الفكرة تفشل مجددا والمعبر لم يفتح. لا جديد إذن في حكاية المنفذ الغربي لمدينة تعز والميليشيا. هذه هي الزيارة الثانية في غضون أسبوعين للمنفذ، تأتي بعد تعهدات قطعها ممثلو الجماعة الإنقلابية في لجنة التهدئة لرئيس اللجنة عبد الكريم شيبان الممثل عن المقاومة والشرعية، والذي كان هو الآخر في وقت سابق وجه دعوة لوسائل الإعلام لتشهد وقائع فتح المنفذ، لكنه لم يحدث. احنا خرجنا بحسب الوعد من رئيس اللجنة محمد عبد الله بن نايف يوم الأربعاء ننفذ الاتفاق اللي تم التوقيع عليه في تاريخ 16/4، انه فتح المنافذ، فتح الخطوط اللي فتح خط تعز، فتح خط تعز الحديده، ثم نعود نفتح خط تعز صنعاء. انتم ترون اننا كل يوم اخرج اليوم حوالي المره الرابعه والخامسه ونحن الخطوط وبدون جدوى وبدون فائده، ووعودهم طلعت كلها يعني عباره سراب. ولكن نحن كمان منتظرين الاخوه في الكويت، مشاوره الكويت، لان احنا مرتبطين فيهم في لجان اشرافيه هناك. تعنت الطرف الانقلابي والاستمرار على المماطله على تنفيذ الاتفاقات هو ما استدعى دعوة جميع وسائل الإعلام والتواصل هاتفيا مع طرف الميليشيات لفضح ادعائهم. اذا احنا الان منتظرين لك بالمنفذ قدام اللواء 35 والخط مفتوح ونفذ ازلنا اي عوائق، واحنا منتظرين. الله يحفظك يا شيخ بحسب الوعد، الله يكرمك. الان بيسمعوك وسائل الإعلام بتسمعك الان، الان فاتح السبيكر وسائل الإعلام بتسمع الان، الشيك تبلغني تقول لي يا عبد الكريم الخط مفتوح، بحيث اقول رئيس لجنة الطرف الاخر فتح الخط. الشيك تبلغوني كذا تقولوا احنا فتحنا الخطوط. ايش اجي اعمل لي عندك؟ تقتلني اجي لي عندك؟ ايش تعمل؟ ايش اجي اعمل لي عندك؟ من يسمح لي؟ من يسمح لي امر وحقك القناصه في راس الجبال تقول لي تعال تعال تضحك علي؟ طيب على كل حال انا بيني وبينكم اتفاقات، انت تريد ان تعطل الاتفاق. الشيخ محمد عبد الله بن نايف يعني الو الو فصل الخط كما هي عادته، لا يريدون يفتحوا خط. المساعي اليومية والتواصل المستمر التي تبذله لجنة التهدئة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفك الحصار يفشل مجددا أيضا، ليتم إبلاغ اللجنة الإشرافية في الكويت باستمرار خنق المدينة. الأسلوب الجديد القديم هو السائد لدى الميليشيا الانقلابية في تعز، حرب وحصار ومراوغة لكسب المزيد من الوقت فقط لإعادة ترتيب القوة ومواصلة القتال. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.